أشكر أستاذي وزميلي الدكتور عبد النور الذي أتاح لي هذه الفرصة لأعلن كل خطاياي أمامكم وعلى الملأ لعلي أتطهر منها. نعم، أنا مثال للمحامي الفاسد، بل أكثر فسادا مما يتصوره أستاذي. أنا ابن لهذه المرحلة والمراحل التي سبقتها. تفتح وعيي مع التجربة الناصرية، آمنت بها ودافعت عنها، فرحت بانتصاراتها وتجرعت مرارة هزائمها وانكساراتها. هنت عندما هان كل شيء وسقط كما سقط الجميع في بئر سحيق من اللامبالاة والإحساس بالعجز وقلة الحيلة. أدركت قانون السبعينات ولعبت عليه وتفوقت، تاجرت في كل شيء، في القانون والأخلاق والشرف. أنا لا أنكر شيئا ومستعد للحساب وتحمل المسؤولية، بل أكثر من ذلك أعترف أمامكم بأنني دخلت هذه القضية طامعا في مبلغ تعويض ضخم. لكني اصطدمت بحالة خاصة شديدة الخصوصية جعلتني أراجع نفسي، أراجع موقفي كله، أراجع حياتي وحياتنا. اصطدمت بالمستقبل. نعم، صبي من الذين حكم عليهم أن يكونوا ضمن ركاب أتوبيس الموت، رأيت فيه المستقبل الذي يحمل لنا طوق نجاة حقيقي. رأيتنا نسحقه دون أن يهتز لنا جفن، نقتله ونحن متصورون أن هذه هي طبائع الأمور. فكان لابد لي أن أقف وأصرخ إن هذه جريمة، جريمة كبرى لابد أن يحاسب من تسبب فيها. إني لا أطلب سوى محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن قتل 20 تلميذا لم يجنوا شيئا سوى أنهم أبناؤنا، أبناء العجز والإهمال والتردي. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة. سيد الرئيس، كل ما أطالب به أن نصلي جميعا صلاة واحدة لإله واحد، إله العدل الواحد الأحد القهار. لست صاحب مصلحة خاصة وليس لدي سابق معرفة بشخوص الذين أطلب مساءلتهم، ولكن لدي علاقة ومصلحة في هذا البلد، لدي مستقبل هنا أريد أن أحميه. أنا لا أدين أحدا بشكل مسبق، ولكني أطالب المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة بالمسؤول أمام عدالتكم لسؤالهم واستجوابهم. فهل هذا كثير؟ أليسوا بشرا خطائين مثلنا؟ أليسوا قابلين للحساب وللعقاب مثل باقي البشر؟ سيد الرئيس، أنا ومعي المستقبل كله، نلوذ بكم ونلجأ إليكم، فأغيثونا، أغيثونا، أغيثونا والله الموفق.